تحت عنوان طاقة مستدامة لكويت جديدة، استضاف المركز البيئي للطلبة حفل تكريم جهات الشراكة المجتمعية للفائزين بجائزة اليونسكو الوطنية للاستدامة. وتأتي هذه الجائزة لدعم البرامج والأنشطة التربوية الهادفة لكل من الطلاب والمعلمين في المدارس وتقديم الخدمات للمجال التربوي من خلال العديد من المشاريع التربوية. تشغل البيئة وأهداف التنمية المستدامة مختلف الجهات الحكومية والخاصة سعيا منها لتحقيق الاستراتيجية الوطنية. تجلى ذلك بمشاركة شبكة مدارس التنمية المستدامة في تقديم العديد من البرامج والأنشطة خلال العام الدراسي الماضي، استحقت جائزة اليونسكو الوطنية للاستدامة. كلنا نفتخر صراحة أن بناتنا طلابنا وطالباتنا حسب ما سمعت من الأستاذ عبد الحميد 50 مدرسة شاركوا في أكثر من 50 مدرسة شاركوا في هذه المسابقة، رقم يعني يعتبر بالنسبة لنا رقم كبير، يعني طلابنا مهتمين في هذا النوع من المسابقات. يعني أقدم جزيل الشكر والتقدير لكل الجهات أمانة من يحافظها، يمكن 5 أو 6 أو 7 جهات اللي شاركوا في دعم هذه المسابقة، ولكن هذا يدل أن في فعلا شراكة مجتمعية مميزة. عدد كبير من الطلبة من أكثر من 50 مدرسة شاركوا بالجائزة من خلال إنجاز مشاريع تدور مواضيعها حول البيئة وكيفية الاهتمام بها وكيفية مواجهة التحديات وسبل تحقيق التنمية المستدامة. فكرة المشروع أن نخليها تكون طاقة مستدامة للكويت الجديدة، وهذا كان المشروع والمسابقة لسنة 2019-2018، وبصفة عامة الحين المشروع إن شاء الله فكرة جديدة. إدارة تعزيز الصحة قامت خلال العام الدراسي 2018-2019 بفعاليات مع المركز البيئي من ضمن الخطة المستدامة، حيث أقمنا مجموعة فعاليات ومحاضرات عن نمط الحياة الصحي وتشجيع الغذاء الصحي والاهتمام بالبيئة. من باب التعاون مع أو المشاركة المجتمعية مع المركز البيئي للطلبة، قمنا بتنفيذ مختبر مبسط لتثقيف الطلبة وزراعة ثقافة استغلال الطاقة الشمسية وياهم، ولله الحمد قمنا في بعض الدورات وبعض الأنشطة وأدت يعني لها كانت أثار إيجابية قوية. الحفل تضمن تكريم جهات الشراكة المجتمعية من مؤسسات وطلبة مدارس بذلوا جهودا جبارة خلال العام الدراسي الماضي لتجسيد مقترحات وأفكار تخدم أهداف التنمية المستدامة. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.